كابتن احمد ناجي نجم مصر و مدرب حراس نادي سموحه. مساء الفل عليك يا كابتن احمد. جميل، زيك وسلام كبير جدا محمود صبري صديقي العزيز. الله يخليك يا كابتن، والف مبروك يا كابتن، ان شاء الله بالتوفيق. كل سنه حضرتك طيب ومهمه جديده وطبعا قدها وقدود. والله انا حاسس ان انا يعني مش عارف، احساس غريب كده لسه ما جربتوش يعني، لكن ربنا ان شاء الله يوفق وتبقى تجربه وتحدي جديد وان شاء الله يبقى الامور كويسه ان شاء الله. حاسس بيه يا كابتن؟ الو، انا معاك يا بيه. حاسس بايه؟ بقول لك حاسس باحساس غريب يعني، ما طلعتش بره النادي الاهلي غير على المنتخب او على سفر بره مصر. أول مرة طبعا في حياتي في تاريخ التدريبي كله أشتغل يعني في نادي سموحة، طبعا نادي كبير ومكانته كبيرة وإن شاء الله يكون على قد المسؤولية. ان شاء الله كابتن حضرتك يعني تتشرف اي مكان وتزوده. طبعا كابتن احمد ناجي خبرات كبيره جدا. لا طبعا مش عايز كلام. لا. احمد ناجي مش عشان هو على الهوا يعني، مش موجود. احمد ناجي من مدربين حراس المرمى اللي تقول فيه علامات كده في اكيد في تدريب حراس المرمى، فتقول عليهم بتضيف عليهم كابتن احمد ناجي. احمد ناجي من الناس اللي هم يعني زي ما بيقولوا حفروا في الصخر وصنعوا اسم، مش مجامله، لا ده استحق جهد كبير جدا والنتائج واضحه. لو جينا كتبنا هنقول عنه حاجات كتير. اتمنى له التوفيق وتجربه جديده مهمه، زي ما بقول لك هو احساسه طبعا احساس زي اي حد يعني، وانت ضربت الاهلي منتخب فرايح حاجه جديده في مصر، ها في اسكندريه، فبرضه يعني ايه لسه يعني. فلكن اعتقد ان شاء الله مع الكابتن حماده يعملوا حاجه كويسه جدا، ويعملوا يقدروا يعني يعملوا مع سموحه نتيجه كويسه جدا، خاصه كل الاجواء مهيئه ان هي اكيد ان شاء الله. كابتن احمد يعني اول اعتقد ان هي لو في مباراه الاهلي وسموحه اعتقد انها تبقى اول مواجهه ليك ضد النادي الاهلي. لا هتبقى تاني مواجهه، لان بقى اشتغلت مع نادي الشمس مع كابتن مصطفى يونس مباراه النادي الاهلي قبل كده. ولكن طبعا انا مدرب محترف اكيد، واتمنى التوفيق طبعا طول الوقت للنادي الاهلي، شايفني من ابنائهم. ولكن العمل الاحترافي النادي الاهلي تعلمنا فيه الامانه والاخلاص اكيد، وان شاء الله يعني بطلب من جماهير النادي الاهلي وكل الجماهير المصريه التوفيق لينا ان شاء الله، والكابتن حماده والكابتن احمد عبد الفتاح والكابتن خالد جعفر وكل المجموعه ان شاء الله. اكيد يا كابتن، اكيد ان شاء الله، اكيد كلنا قلوبنا مع حضرتك، كل جماهير الاهلاويه طبعا بتمنى كل التوفيق لحضرتك. لكن يعني الف مبروك الاول طبعا، وان شاء الله ربنا يوفقك. عايز اسال حضرتك سؤال، الاهلي الافريقي حضرتك شايفه ازاي؟ والله يعني كميه لعيبه يعني غايبه عن الملعب برضه تاثر بشكل كبير على المردود الفني واستراتيجيه المدرب اكيد. لكن الاهلي طبعا حضر زي ما انت عارف الشوط الاولاني ما عجبنيش في المباراه اللي فاتت، بدانا نفوق شويه في الشوط الثاني، لكن هي طبعا النتيجه مش حلوه لان بقى الفرقه طبعا قليله المجموعه وكان مفترض ان احنا نعمل النتيجه دي ونريح الفرقة من بدري يعني. أكيد أكيد. النجم الساحلي الهلال السوداني شايف المواجهات هتكون إزاي؟ المباراتين صعبين، لازم تكسب النجم الساحلي مبدئيا يعني، وبعدين على حسب بقى النتائج اللي بعد كده، وإن شاء الله بإذن الله أنا حاسس إن النتائج هيتوسع وهيكون أول المجموعة كمان بإذن الله بإذن الله. عايز اساله في حاجه يا استاذ محمود؟ نعم. كابتن احمد انت متخوف من التجربه؟ اول مره اكلمك واحس بصوتك كده مش عارف يعني، مش قصدي لا مش متخوف من التجربه، انا هعمل شغل ان شاء الله اكيد اكيد يعني هموت نفسي عشان يعني انا مش متعود غير على النجاح، والكابتن حماده برضه اكيد فيعني ان شاء الله باذن الله. مش متخوف ولكن أنا قلت إن هي حاسس بإحساس غريب يعني شوية، إن أنا بكون لأول مرة في الدوري المصري مع أحد الأندية الكبيرة يعني برضه. أكيد. إن شاء الله بعيد إن التجربة تبقى يعني تأسس مرة، وزي ما إحنا متعودين إن شاء الله
الناس تبقى يعني مبسوطه بوجودنا، وان شاء الله باذن الله نحقق هدف النادي ان شاء الله. باذن الله كابتن، بتمنى لك التوفيق انا يعني شخصيا، وان شاء الله اضافه كبيره جدا جدا لاي مكان يا كابتن احمد، وتشرفوا وتكبروا، واكيد يعني اضافه كبيره جدا لسموحه. اشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد ناجي النجم الكبير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق والمدرب الحالي لحراس نادي سموحه.